مشاهدينا مثل ما عودناكم كل يوم ثلاثة في ليالي ماركت متواجدين في ساحة وزارة الإعلام أمام مبنى وزارة الإعلام، واليوم معانا دايت كير السائد الصحي كل ثلاثة مثل ما عودناكم مع دكتورة سارة دمشقية. في البداية الصيف جاي بقبال والبحر والناس ودها تتشمس ودها جسمها يتعدل ويحلو، تبي تعرفون شلون توخرون الكرش؟ راح نقول لكم هذه المعلومات مع سارة. مرحبا سارة. أهلين، مرحبا فيك سارة. في البداية شنو أسباب تكون الكرش؟ الكرش له كذا سبب. أول شيء تركيبة الجسم بتأثر، يعني دايما نحن بنعرف أو بنسمع عن جسم التفاحة وجسم الانجاصة أو العرموت. انجاصة شنو؟ العرموت. العرموت. فمشان هيك يعني هذا كتير بتدخل فيه الجينات، فناس بتجمع بمنطقة الكرش وناس بتجمع بمنطقة الأرداف. كمان زيادة الستريس أو القلق النفسي وعدم النوم كمان بيخلوا الدهون تتجمع بمنطقة الكرش. سارة، يعني احنا نسمع ان في الدول العربية نسبة السمنة جدا مرتفعة. نعم. وفي الكويت تكون بالدول المتقدمة، بل تكون يمكن الدولة الأولى في السمنة حتى في الأطفال. ليش الكرش خطر صحيا؟ خطر الكرش خطر كتير صحيا، لأنه منطقة المعدة أو منطقة الكرش، الدهون يلي موجودة بمنطقة الكرش بتفرز شيء نحن بنسميه small dense lipoproteins، أو هيدا عبارة عن الدهون الخطرة يلي مرتبطة ارتباط مباشر بأمراض القلب وارتفاع السكر والكوليسترول وارتفاع كمان ضغط الدم. بعيد الشر عن المشاهدين، إن شاء الله تبتعدون عن الأمراض وعن الكرش. هل هناك مقولة أن في أكل معين إذا وخرت عنه يروح الكرش، وفي أكل معين لو أكله يجيني الكرش؟ شنو الأكل المرتبط مباشرة بالكرش؟ أهم شيء اللي مرتبط بالكرش هو السكريات، يعني كل شيء فيه الحلويات الزايدة أو يلي هو أهم شيء المشروبات. مشان هيك نحن كتير كأخصائيين تغذية مننصح الناس أنه يبعدوا عن العصائر يلي فيها كتير سكريات وعن المشروبات الغازية المحلات بالسكر، لأنها مرتبطة ارتباط مباشر بالكرش. كمان شغلة تانية مرتبطة بالكرش يلي هي الدهون المتحولة أو الدهون الضارة يلي موجودة بالمأكولات السريعة، بالمأكولات المقلية، المأكولات المصنعة مثل الشيبس والدونات، هيدي مرتبطة ارتباط مباشر بتجمع الدهون بمنطقة الكرش. زين، دام عرفنا ان هذه المأكولات المرتبطة بالكرش، شنو المأكولات اللي لو اكلناها اللي قاعد نشوفها الحين قدامنا تزيل الكرش؟ هلا اول شيء بس بدي اقول شغله، انه طول ما الشخص بيعاني من زياده الوزن حيضل يعاني من الكرش. فاول شيء الحل للكرش انه بدنا نتبع نظام غذائي صحي وننزل الوزن، اكيد مع الرياضه. في ناس مع الرياضه دغري بيركزوا انه يعملوا بس تمارين المعده، وهذا شيء كثير غلط. لازم الرياضه تكون تمارين هوائيه مع تمارين لكل الجسم. واكيد مثل ما قلت اول شيء قله النوم بتاثر على الكرش، فلازم ننام نوم صحي. زيادته مثل قلتو، يعني إذا نمنا أقل من 6 ساعات بيأثر، وإذا نمنا أكثر من 10 ساعات كمان بيأثر. لازم الشخص ينام من 6 إلى 8 ساعات. شو الأكل مثل ما هلأ أنت سألت شو الأكل؟ يعني الأكل ما شاء الله ملذة وطاب. هذا الأكل اللي وخر الكرش؟ هيدا الأكل يلي مفيد للكرش. يعني نحنا ممكن تشرحي لنا عشان المشاهدين اللي قاعد يشوفونا في ليالي ماركت يسجدون هذا الأكل ويحصلون يأكلون هالأكل في الصيف. نحنا لما نفكر بالكرش منفكر بالأشياء، الأكل يلي بيريح الأمعاء يلي هنن الألياف، الدهون الحميدة، البروتينات، وهلا حنحكي شوي عن كمان البروبيوتكس. الألياف يعني إذا نحن أكلنا سلطة خضراء مثل يلي موجودة هون، الألياف بتخلي في ارتباط مباشر بين الناس يلي كانوا عم يأكلوا ألياف وسلطات بنظامهم الغذائي، كان عندهم نسبة الكرش أقل ب 3.4% من يلي ما بيأكلوا. كمان الألياف بتساعد على نزول الوزن، فهيدا حيساعد الكرش. شغلة تانية هون موجودة عنا يلي هي البوريج أو الشوفان. الشوفان. الشوفان هيدا كتير منيح لأنه فيه بروتينات وفيه كمان الألياف يلي حتساعد الكرش. مرتفع الألياف. أيوة. نعم. كمان الباريز أو الأنواع التوتيات كتير منيحة لأنه. حلوة التوتيات. هيك بيسموها بالعربي الباريز. اي اوكي ممتاز. يعني في الفراوله، توت الاحمر، توت الازرق، اي ولا اسمها توتيات بشكل عام. اسمها توتيات. اي والله ونعم اسمها صح. اوكي، ففيها الالياف نسبتها عاليه، وكمان فيها مضادات الاكسده يلي كثير بتساعد. لانه ليش نحن بالكرش بيضايق؟ لانه
بدنا كل شيء بنسميه انتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهابات، والفراوله والاشياء التوت فيها عوامل مضاده للاكسده كمان كثير حتساعد. هلا احنا قلنا انه يلي بيسبب الكرش هو الدهون الضاره او الدهون المتحوله، بس الدهون الحميده بتخلي الدهون يلي موجوده بمنطقه الكرش تتحرك وبتساعد على نزول الكرش ونزول الوزن. مثل هون جبنا نحن عباره عن مكسرات نيه، اكيد مش مقليه، تفرق نيه المملحه ونيه اكيد 100%. المكسرات هي نفس المكسرات النيه هي الصحيه، مجرد ما قليناها صارت من تعتبر، او المكسرات العاديه اللي بنجيبها من السوق صارت بتعتبر من الدهون المتحوله الضاره، فلازم تكون نيه. واكيد ما بدنا نكتر منها لانه اوكي صحيه بس عباره عن دهون فيها سعرات حراريه مرتفعه. اخر شيء كنا عم نحكي على البروبايوتكس، نحن لازم للكرش لازم يكون الامعاء لازم يكون فيها بكتيريا حميده، واكثر شيء هيدا موجود بالروب، فاذا اخذنا كل يوم كوب روب بنكون كثير عم نساعد كرشنا او معدتنا. الروب يختلف عن اليوغرت المثلجات اللي قاعد نشوفها من فتره اكيد 100% 100% لانه اليوغرت هو الصحي، المثلجات هاي فيها دهون زياده وفيها سكريات زياده فحتصير تعمل كرش. ساره قبل أن ننتقل حق باقي الاكل، في مقوله شهيره يعني عندنا بالكويت منتشره، يقول لك الماء مفيد صحيا، لكن بنفس الوقت يقول لك اللي يشرب ماء اثناء الاكل، خصوصا احنا مقبلين على شهر رمضان وهذه وايد نسمع في رمضان، اللي يشرب ماء اثناء الاكل يطلع لك كرش، صحيح الحكي هذا؟ اذا الشخص ما عنده اي مشكله بالجهاز الهضمي فيه يشرب ماء مع الاكل وعلى ضمانتي 100% ما راح يطلع له كرش. اكيد، واذا طلع لك كرش يجي لعندي على دايت كير. طبعا يا جماعه في ختامنا مع دايت كير اقول لكم الرجل بلا كرش كرجل بلا عرش. بس الرجل بلا كرش احلى من الرجل يلي بل مع عرش. لا اوكي. طبعا مشاهدينا خلكم صحيين مع دايت كير، كل الشكر لساره دمشقيه، وان شاء الله كل ثلاثة نشوفك ناخذ معلومات جديده ان شاء الله. تسلم، ثانك يو، كل الشكر لك. شكرا. طبعا معانا مشروع جديد ومش